ثم جاءت الطامة الكبرى حين أطلقوا صفقة القرن، وكأنها المرحلة الأخيرة في تصفية القضية. فلا شك أنهم صنعوا بيئة تريد هز أركان القضية ونقض المفاهيم الثابتة في الوجدان العربي والإسلامي. هل سينجحون؟ قطعاً لن ينجحوا، بدليل آخر المعطيات أن الأمريكان يكادون يتخلون عن صفقة القرن، فهي إلى زوال إن شاء الله. جربوا الأمر ووجدوا أن الأرض الفلسطينية تلفظها، وكذلك الأرض العربية والإسلامية رغم بعض الاختراقات التي جرت. صفقة القرن هي للأسف صنعة عربية تم وضعها في الفم الأمريكي للأسف. هناك من زعماء في المنطقة من رآها فرصة أن يقدم خدمة تحت عنوان حل القضية الفلسطينية، ولكن المستبطن عندهم خدمة أجنداتهم الذي لا يريد للأمريكان أن ينبشوا ملفه الداخلي وحقوق الإنسان، الذي يريد تثبيت وضعه في وهكذا. والتطبيع ثالثا هو سياسة عند أنظمة محدودة تدفع بها بقوة، لأنها دخلت مرحلة بيع القضية والمتاجرة بها بعد أن كانت على الأقل تسهم في دعم القضية، وهذه الأنظمة أيضا مكشوفة ومحدودة. وهناك حالة مؤسفة وهو دخول التطبيع من بوابة البطولات الرياضية الدولية التي ترى بعض الأنظمة أنها مضطرة لها. هذا لا يبرر، ونحن ضد التطبيع بكل أشكاله حتى لو جاء من أصدقائنا. التطبيع يبقى تطبيعا مرفوضا. فإذا التطبيع هي أصبح موضة صرعة سرعان ما ستنتهي. أصالة الأمة جرائم العدو التي تكشف عن قبحه، ثم الفعل الفلسطيني، الصمود في غزة، المقاومة، المواجهة في الضفة الغربية بكل أشكالها، المقدسيون حين يحتضنون أقصاهم مسلمين ومسيحيين ومعهم أهلنا في الضفة و48 وفي غزة وفي أمتنا، هذا الفعل الإسلامي في الأمة والعربي في حين تنزل ملايين الجماهير، ليس للتطبيع خبز في بلادنا باختصار. لا نخشى، لا نخشى، لكن لا نستهين به ولا نسمح به.